بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله بنحل من كتاب Fluid Mechanics الطبعة السابعة من الشابتر الأول، السؤال 34. طبعا السؤال جميل ورائع وتطبيق مباشر على الموائع. بدأنا ندخل يعني في صلب الموضوع. السؤال شو يقول؟ يقول عندك أنت علبة بوب. وش علبة البوب هذه؟ اذا ماني غلطان وصححوا لي، لكن اللي اذكره انا اللي هو الفوار. الفوار هذا اللي كنا اول نحطه ويبدا يطلع لك اشياء حلوه مع الماء كذا، يبدا يفور، ولو انك تشربه يا اخي تحس بشيء كذا رهيب. اذكر كان يجي منه برتقال، كان يجي منه ليمون، من هالكلام. طبعا ما ادري، حسيت فتحت صيدليه حاليا قاعد اسافعكم في امور ما لها اي علاقه في المواعي. المهم ما لنا علاقه. يقول لك العلبه هذه تحتوي على 355 ملي لتر من البوب هذا. اذا هذا الان وش عبارة عن؟ عبارة عن حجم البوب. ممتاز. طبعا يقول الان ان كتلة الكان اللي هو العلبة، كتلة العلبة، لاحظ مو كتلة البوب، لا كتلة العلبة، وهو مليان بالبوب كم؟ 0.369 كيلو جرام. في حالة انها فاضية يكون الوزن 0.153 نيوتن. جميل. الآن الكلام، الأوزان اللي أعطاك إياها الكتل للعلبة وليست للبوب. أنت بتغلط غلط هذا. جميل. عشان نصنف حنا ما بين العلبة واللي في وسط العلبة. شيقولك السؤال يبغى specific weight والdensity والspecific gravity واليعني الشبيبة كاملة. الإخوان يعني اللي يبيهم. وقال قارن اللي هو results، نتائجك corresponding values for water at كذا، يعني قارنها مع الموية في حالة انك حطيت بدال بوب موية وشوف ايش طلع فروقات. انا صراحة ما طلعت المقارنة هذه لان بتروح طول السواليف وما لها داعي. اذا انت عرفت البروسيجر حق البوب طبقها على الموية وقارن يعني مع نفسك، مع انه ما راح يكون ذاك الفرق الكبير. يعني اعطيك من الان. طيب نجي الان. اول شيء احنا عندي لازم نضبط الوحدات. هو اعطاك بالملي لتر، احنا نبغى نتعامل مع الاحجام اللي نعرفها اللي هو المتر مكعب. فنعرف احنا دائما ان الواحد ملي لتر، جميل، هو عبارة عن اذا غلطان 10 اس ماينس 6 متر مكعب. وركز اذا صار الهم معينا. جميل. هذه 10 أس ماينس 6 متر مكعب. حلو. طيب فإذاك أول شيء لازم تحولها هذه. فعشان تحولها وش نقول؟ ونحن هنا خلنا نحطين أفضل من هنا. نقول عبارة عن 3 5 5 مضروبة في 10 أس ماينس 6، هذا راح يعطيك متر مكعب. زين، حولنا أول نقطة اللي حين نبغاها. الآن شو بسوي أنا؟ شو بسوي؟ ابي اطلع الوزن للبوب. كيف اطلعه؟ انا عندي العلبة وهي مليانة، وعندي العلبة وهي وشو؟ هي فاضية. اطرح منهم راح يعطيني اللي كان في الوسط، صح؟ لا، اللي هو البوب. ما هو هذا منطقي. طيب نجي الان. هو ايش سوى؟ اعطاك مرة بالكيلوغرام مرة بالنيوتن، فذاك لازم توحد العلامات عشان تطرح. فانا شو بسوي؟ خلني ابي اوحد البوب اللي هو حالتنا مليان، الكان في حالتنا مليان. فذلك شو بسوي؟ هذه بروح احولها، راح اضربها في التسارع الجاذبية. فذلك راح اقول W في حالتنا مليان 0.369 ضرب 9.81. هذا اذا ضربته راح يعطيك تقريبا وين وديتها هذه 3.62 نيوتن. جميل. هذا في حالتنا مليان. الان شو بسوي؟ ابى اقول البوب عندي راح يكون عبارة عن 3.62 ماينس 0.135، صح ولا لا؟ هذا راح يعطيك كم تقريبا؟ اللي هو 3، وين رحت انا؟ 3.467
نيوتن، صح ولا لا؟ نجي الآن، هو يبغى specific weight والdensity وspecific gravity لها للبوب هذا. أول شيء ببدأ فيه اللي هو specific weight. specific weight عندي أنا وش عبارة عن اللي هو احنا نسميه بالجاما، هو عبارة عن القوة الفورس على الفوليوم، هذا هو specific weight. طيب انا مو عندي الفورس الان او النيوتن او الوزن اللي هو هذا طلعته، فاذا راح يكون specific weight عبارة عن 3.467. والله هذا مال كذا يا رجال، والله يعني ما لعلي، معليش يا شباب مش هننسدح كذا. 3.55، اهم شيء الفكرة يا جماعة الخير، اهم شيء الاخلاق الرياضية، هذا كذا على بعض. والله يعني لعبت فيها، والله يعني لعبت فيها، انا اسف بس خليني اعدلها. طبعا سبيس الكويت قلت لكم عشان تعرف انا قاعد الحين قاعد امسح، فقاعد افتح سالفة الحين مسوي فاتح في الموضوع. تعالوا يا شباب، سبيس الكويت هو الجاما اللي هو كيلو نيوتن على الفوليوم متر مكعب، او نيوتن على متر مكعب، كلها صح. المهم ما ودينا غلط غلطة هذه، غلط وحط خلف المساحة ولا هسه حط على القلم. ايوه نجي الان لعبارة عن 3.6. جاي هنا يا جماعة الخير، تعال انت امسح امسح، حط قلم 3. لا يا جماعة الخير 3.467. حلو، انا شكلي هذا بتضارب انا وياه. المهم على 3.55 في 10 سالب 6 اللي هو هذا الفوليوم، راح يعطيك الناتج. الناتج هذا هو specific weight. يبغى الدنسيتي. الدنسيتي وش عبارة عن اللي هو قانونه المعروف دائما، الدنسيتي عبارة عن الماس على الفوليوم. جميل، الماس وش عبارة عن؟ عبارة عن النيوتن اللي طلعناه قبل شوي اللي هو 3. لا إله إلا الله، ده بيبهذلني يا جماعة الخير، ده بيبهذلني. 3.467 على 9.81، عشان احنا قسمنا كيلوغرام على نيوتن، صح ولا لا؟ ما سوينا احنا اي شيء. طيب انا شو بسوي الان؟ ابي اقسمه على الفوليوم اللي طلعته اللي هو 3، مو طلعته اللي معطيني في السؤال يعني، في 10 اس ماينس 6. ممتاز، راح يعطيك رقم، هذا هو الدنسيتي. طبعا في اخر شيء انا اعتذر لكم يا شباب، اعتذر لكم على الحوسه اللي صارت قبل شوي، لكن يعني جهاز جديد وقاعد العب فيه، يعني ان شاء الله يضبط مع الايام، لاني صراحه مليت وقاعد انقلب الوورد، والله متعب جدا متعب. وهنا افضل اني قاعد تتابع معي وانا قاعد اكتب، بدل ما قاعد اسمع لك تسميع انزل لك اياه افضل محلول. فنجي الان اخر شيء قالك اللي هو سبيسيفيك جرافيتي. سبيسيفيك جرافيتي خلينا نشوف هنا، سبيسيفيك جرافيتي اللي هو الاس جي عبارة عن رو على الرو الماء، او جاما الجاما المادة اللي انت بيها على جاما الماء، او اللي هو لا اله الا الله، طبعا هي تقريبا بس كتبتها والله ما حطها في خاطري، رو على رو الماء لكن زيادة هنا لو الجي، هذا هو الأصل، بس الجي مع الجي تروح فيطلع لي اللي هو الكابتن هذا، بس شيء في خاطري والله ما حط يعني ما أكتمه ولا أقوله. طيب
أنش الآن عندك القامة وعندك الدنسيتي، استخدم أي واحد في رأسك راح تضبط معك. وش بسوي أنا؟ أبى أستخدم الدنسيتي يعني من باب التنويع والتغيير. فراح أقول البي كم طلعناها هنا؟ راح تكون مثلا إذا غلطان 9.95.3 اللي هو الرقم هذا اللي احنا حاطينه صح. طيب على كثافة الماء اللي هو 1000 راح يكون تقريبا 0.99. طبعا ما له وحدة، ليش؟ انها ريشيو ما له وحدة، فاذا سبيسيفيك جرافيتي له 0.99. طبعا هذا هو السؤال وهذا هو طريقة حله. طبعا يعجبني في السؤال هذا انه كان شامل وسهل وفي فكرة ايضا. اتمنى ان شاء الله انه كان واضح ووصلنا بطريقة حلوة ومبسطة وبس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.